تربى بجوار شمس الشموس الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ليصبح الإمام أنيسه وباب حوائجه إلى الله عز وجل، ومن تلك الحوائج أن يوفق لخدمة كتاب الله. من إيران رحبوا معي بالمتسابق ياسين غلامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. الله
حياكم الله مشاهدينا الكرام، استمعنا لتلاوة المتسابق ياسين غلامي من إيران. طيب الله أنفاسكم. الشيخ باسم العابدي تفضل. أحسنت يا ياسين، بارك الله بك، الله يحفظك. أنا أترك مساحتي في الحديث إلى أخي الشيخ عمر، تفضل اسأل منا شيخ عمر. أشا شيخنا، أنت الذي تتكلم وتتحدث، ما شاء الله نستفيد منك، نحن أيضا نستفيد من كلامك. تفضل شيخنا. شيخ عمر، نعم. فما شاء الله أحسنت ياسين غلامي، كنت رائعا وأديت أداء متقنا، فقلما نجد في أمثال عمرك من لا يمطط يقلد دون تمطيط. هناك من يقلد بالتمطيط بكل الأخطاء التي قلد بها، ولكن أنت الذي أعجبنا فيك أنك قلدت ولكن حافظت على أزمنة المدود والحركات دون تمطيط، وهذا ما لم نسجله عليك مطلقا، وهذا رائع جدا في مثل سنك. نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله، وأن نراك قارئا متمكنا ومقرئا للقرآن الكريم إن شاء الله. دعتكم إضافة أخرى الله يبارك، أنا أستفيد من الآخرين، الله يحفظكم. الأستاذ عماد رامي تفضل. أنا أترك المجال للأستاذ. أيضا إحنا كنا نخطط أنه إذا صار الدور إنه واحد يحول للثاني حتى توصل الأستاذ عمر. ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم، نعم. ولو كان بهم خصاصة رغبة بالحديث يؤثرون. نعم تفضل أستاذ كريم. أنا أحول أروح لك فدوى، لأن شوية بدي أتكلم ويا فارسي، ف يعني أتقبل هذه المسؤولية. نعم. حبيبنا ياسين غلامي هو على شرف البلوغ، فأنا أقول هاي الضغوط على صوته خاف شوية يأذي، فأتكلم وياه بالفارسي. بتوجه بينك شما بسن بلوغ داري ميرسي، إن خروج وورودة ويا طبقات الصوتي شايد أري باعث آزار بشه. من امیدوارم که شما توی این فصل از تلاوت و توی این سن یک مقدار بیشتر دقت بکنی. خیلی عالی بودی. عالی و متشکرم. اختم مع شیخ محمد فهمی عصفور. تفضل. خیلی زیبا. حیاک الله یاسین. یاسین سلام علی ال یاسین. سلام علی آل یاسین. سلام علی الحسین. ما شاء الله. يعني أداء رائع، رائع جدا ومميز، وبالنسبة لنا أنا والدكتور بالنسبة للأحكام كانت رائعة، صدقا رائعة، عندها هفوات بسيطة، وهذا شيء طبيعي، يعني كبار القراء إذا يؤدون لابد عندهم من هاي الهفوات. القرآن غالب وليس مغلوب، ويعلو ولا يعلى عليه، حتى في الوقف والابتداء ليس عنده شيء جيد. نعم، فأنا يعني إن شاء الله أتوسم له أنه إن شاء الله من المؤهلين إن شاء الله. وأيضا أنا لاحظت أنه لعله مثقل موهبته بالدراسة، يعني لعله إن شاء الله دارس وقارئ، وهو أيضا منشد، إن شاء الله يسمعنا شيء من إنشاده تحت إشراف. يلا تمام، يلا تحت إشراف الأساتذة الكرام. لكن قبلها بس أي أنت تريد أسأله على الحفظ؟ أجينا لا، هو حافظ صلوات الخاصة لمولاي وإمامي علي بن موسى الرضا. سلام الله على مولانا. لأخذ قلوبنا صوب الرضا يعني. ما شاء الله، ما شاء الله. أبحر بنا مشهد؟ صوب مشهد. نعم. مشهد؟ لا. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. يلا. يلا موفق. تفضل. ترنم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالفعل أنغام سماوية
تصدح شادية، تصدح شادية. نعم ياسين غلامي من إيران، شكرا جزيلا لكم. ما شاء الله ياسين، ما شاء الله، ما شاء الله. أحسنت، أحسنت، موفق. أحسنت.